بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في قاعده الالزام هناك قاعده مشهوره عند فقهائنا تسمى بقاعده الالزام والسيد السيستاني يرى ان هذه القاعده لم تثبت بهذا العنوان ويستبدلها بقاعده اخرى هي المقاصه النوعيه وبين الامرين فرق ياتينا ان شاء الله بينهما تشابه كثير وهناك فرق خلاصه قاعدة الإلزام وقاعدة المقاصة النوعية أن هناك روايات فيها تعابير مختلفة "ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم أو ألزموهم بما التزموا به أو يجوزُ على اهل كل دين ما دانوا به، او خذوا منهم كما ياخذون منكم. قريب هالعبارات او قريب منها. زين شنو معنى هذا الكلام؟ معناه اننا نتعامل مع ارباب المذاهب الاخرى، في المسائل الفقهية حسب آرائهم، يعني لما يأتينا شخص ليس من مذهبنا، وتحصل مسألة، مسألة ترتبط بنا، نتعامل معه في هذه المسألة حسب مذهبه، نقول له مذهبك يقول: هذا الحكم ونحن نتعامل معك على حسب مذهبك بل هذا الكلام يشمل حتى الديانات الاخرى للمذاهب فقط رب نصراني او يهودي عنده في دينه مساله وهذه المساله صار لها ارتباط باحد المسلمين يتعامل مع هذا الكافر على طبق ما يقوله دينه يعامله هو يعامله حسب دينه. طيب، الان لها هذه القاعده لها امثله كثيره. احد الامثله مساله الاشهاد في عقد النكاح ومساله الاشهار اشهاد اشهار كثير من المذاهب الاسلاميه غيرنا يرى لزوم الاشهاد في العقد وعندهم ان العقد عقد النكاح اذا وقع من دون شهود فهو باطل طيب هذه واحده اثنين ايضا عده من المذاهب الاخرى يرون لزوم الاشهار ايضا لا فقط الاشهاد يعني مو فقط يجيب لاثنين شهود ويسمعون لا لازم يعلن يعلن يخلي اعلانات بالشوارع بالطرقات كذا ايها الناس ترى باشر عقد فلان ابن فلان كذا الكل مدعوون من الحكي هذا اشهار اشهار اعلان طيب ويش بعض المذاهب عندهم هذا لازم اذا ما فعل الاشهار اصلا عقده مو صحيح لابد من الاشهار هم لا هم عندهم بعضهم يعني يرون انه في العقد وقت العقد لابد من الاشهار. ما ادري الان هذا معروف عند بعضهم. زين نحن ماذا نقول؟ نحن لا نرى الاشهار ولا الاشهاد، اثنينهم ليس ثابتين عندنا. اولا الاشهار واحد لازم يشهر يعني بنفسه يعلن في الشوارع والطرقات وفي الاذاعات انه انا راح اتزوج يا ناس لا يقول ما اريد احد يفتهم هناك تعبير هنا مشهور يقولون محفوفه شغله محفوفه دير بالك ما نعزمك لا يضيق خلقك ترى القضيه خاصه مو اي واحد نخليه يجي يمنا عندنا اربع خمس نفرات وخلص جماعتنا زين أكثر من هذا حتى الإشهاد يعني لو فرضنا شخص اتفق مع امرأة أن يتزوجها لازم يحطون شهود له لا زي لازم يجي مأذون يعقد لا فرضنا هم قاعدين الرجال والمرأة قالت له زوجتك نفسي بمهر قدره كذا قال قبلت خلص صارت زوجته وانتهى كل شيء طبعا مع الشروط اذا كان في شروط اخر مثلا هذه المراه بكر تحتاج الى اذن ابيها او جدها نفرض ابوها وجدها سمحوا لها <applause> الان هي سمح لها شهود شهود يحضرون العقد لازم لا عندنا غير لازم هي هو وفرضوا الان ابوها هم قاعد، قاعد او مو قاعد، اخذت الاذن منه، الاذن حصل مجرد هالكلمتين قالت له زوجتك نفسي وقال قبلت صارت زوجته وممكن اي احد ثاني ما افتهم وقد يكون هذه المراه مو بكر ثيب اللي عندنا الثيب حتى اذن ابيها ليس شرطة امراه ثيب متزوجه قبل هذا ابوها ميت زوجها ميت او مطلقها مثلا الان هي ثيب تريد ان تتزوج لازم تستاذن اباها مثلا لا تروح تتزوج سرا يوم من الايام اكتشف اهلها انها تزوجت سرا وبعضهم يقيم الدنيا الحين لو يقعدوها لو ما يقعدوها يخليها قائمة ليش شلون سويتي؟ شو مسوي شرعان ما مسوي شيء حرام ما دام الشارع الأقدس أجاز لها ذلك لا تقيمون الدنيا ولا تقعدوها كيفها شلون الولد الولد الرجل لو يريد يتزوج هناك أحد له ولاية عليه لا ولد شاب عمره 15-16 سنة بالغ مو 18 الايام يقولون هذا اللي أقل من 18 قاصر ويمكن بعض الاحيان يقولون اقل من 21 يمكن زمان يجي يقولون اقل من 70 سنه قاصر مثلا بعد الى يعني ان يوصل عمره 100 سنه شرعا ال الانسان لما يبلغ الحلم لا يتم لا رضاعة بعد فطام ولا يتم بعد احتلام خلص صار رجال بمجرد أن احتلم صار رجل له مال الرجال وعليه ما عليهم والبنت إذا أكملت تسع سنين لها مال النساء وعليها ما عليهن تسعة أو تحط قدامها صفر تصير تسعين سنة ماكو فرق كمسألة شرعية ماكو فرق طيب الآن إذا ولد يريد يتزوج فرضنا واحد ولد شاب يوم من الأيام أمه أبوه افتهموا وهذا متزوج لهم حق يسووا له مشكلة مثلا الحين مرة يعتبون عليه العتب ديش مسألة أخرى يقولوا له إحنا أمك وأبوك تعبانين عليك مو عيب عليك تسوي شكل شغلة من ورانا كذا خب العتب شيء أخلاقيا المفروض لا يسوي هالشكل قضية إحنا كلامنا الآن كمسألة شرعية <applause> راح تزوج شرعا ما عليه إشكال والبنت الثيب المبكر ايضا لها ان تتزوج وليس لاحد عليها ولايه. والبكر ابوها وجدها على الاحوط وجوبا، هم مو معلوم فتوى، مو فتوى احتياط. الان استاذنت اباها وجدها واجرت عقدا سرية بين الرجل والمراه كمساله شرعيه صارت زوجه له. غيرنا كثير من المذاهب الاخرى ما يقبلون بهالحكي. يقولون هذا الحكي مرفوض طبعا احنا عندنا الطلاق يحتاج الى شهود اذا صار طلاق من دون شاهدين عادلين هذا الطلاق باطل هم عدة من المذاهب بالعكس عندهم الطلاق يمشي يمشي بمنتهى اليسر تعارك ويا المرة بالبيت قالت له كلمة من هنا وكلمة من هناك قالها انت طالق خلص قالوا صارت طالق عندنا هذا ما يصير الطلاق له شروط وصعب يعني الطلاق عندنا في منتهى الصعوبه والزواج في منتهى السهوله كثير من المذاهب الاخرى عندهم الزواج في منتهى الصعوبه والطلاق في منتهى السهوله يعني معكوسه القضيه احنا نقول الطلاق اول شيء مثلا لازم المراه لازم اكو شهود عدول احيانا يجون احنا ولو شويه طلعنا عن الخط، قاعد نحشي بقاعده الالزام شويه بعدنا، ما يضر، مسائل مفيده. يجون بعض المؤمنين احيانا يقول والله انا صار بيني وبين زوجتي كلام بالبيت وقلت لها انت طالق. هذه طلقت الان متندم، هو يحشي الكلمه وعقب نص ساعه يتندم. يجي يرجي يشوف الحل شنو. فاول سؤال يسال انه انت شنو مذهبك؟ يقول انا شيعي. زين وزوجتك يقول زوجتي هم مثلي شيعية زين الآن من لأن يعني إذا قال هو مو شيعي مذهب آخر ممكن يقول له إيه خلاص زوجتك اطلقت في على كثير من المذاهب الأخرى طلقت في شهود ما في شهود لكن عندنا عقب ما قال هو شيعي وزوجته شيعية السؤال اللاحق واحد يسأل سؤالين ثلاثة وتتضح القضية كان في احد واقف وقت اللي قلت لها كثيرا ما يقول لا احنا بروحنا بالحجره وتعاركنا قاعدين ما عندهم شغل لا يصلون صلاه الليل لا صلاه اذا صلاه النهار يصلوها هم زين نخلي صلاه الليل ويتعاركون هذه تقول له كلمه وذاك يقولها كلمه على كل فتهاوشنا وقلت لها انت طالق اكو احد لا ما اكو احد هذا الطلاق باطل احيانا يقول ليش اكو احد منو هذا الاحد يقول امها كانت او امي كانت اختي كانت ايش باطل يعني احنا نريد رجال هالمره يقول اكو رجل منو كان هالرجل ابوها مثلا او ابوي زين بروحه ابوها وابوك يقول اي ابوي وامي كانوا ماكو فايده احنا نريد رجال اثنين زين يقول اثنين كانوا ابوي واخوي ابوك واخوك عادلان شخصان متدينان كثيرا ما يقول لا لا متدينان ولا كذا يوم يصلون يوم ما يصلون يوم... مو ملتزمين باطل يعني هذه هالكثر بعدنا اذا اريد نمشي يريد لنا ربع ساعه حكي هي هذه من أولة تنقطع القضيه اما عند كثير من المذاهب الاخرى هالحكي كله مو موجود قالها انت طالق خلاص صارت طالق زين الآن إشهار إشهاد في العقد نفترض بس نقول هالكلمتين حتى إن شاء الله بعدين نفصلها أكثر نفترض شخص مو من مذهبنا من مذهب آخر <applause> تزوج له مرة من دون شهود من دون شهود ما كان يدري افترضوا أو ما اهتم ما اهتم عقد له من دون شهود الآن هو يقولها ترى على مذهبنا انت ما صرتي زوجتي تقول زين شو اسوي؟ شو تسوي؟ روحي روحي لبيتكم انت ما صرتي مرتي لان شهود ما كان اكو مشت على مذهبهم هذه مو زوجته الان شافها شخص شيعي يقول تتزوجيني اخذيش تقول إي اتزوج يقدر على مذهبنا هذه المفروض صارت زوجته لان ما يحتاج شهود لكن بما انه هم عندهم يحتاج شهود فهم اعتبروا هذا العقد باطل اذن احنا نتعامل معهم على حسب مذهبهم نقولهم انتم مو مذهبكم يقول هذا الزواج باطل خلص احنا نتعامل معكم حسب ما تقولونه وبالتالي يجوز لهذا الشخص الموالي ان يتزوج هذه المراه اللي تزوجت من شخص من مذهب اخر اما من دون اشهاد او من دون اشهار هذا احد موارد قاعده الالزام البقيه تاتي ان شاء الله. آه 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 آه